لم تكد تخمد شرارة الاشتباكات التي شهدتها باحات المسجد الأقصى لأسابيع، حتى طفى على سطح المشهد المتوتر قرار محكمة إسرائيلية تشكك فيه بالأساس القانوني لحظر صلاة اليهود بمجمع المسجد الأقصى، إذ ألغت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس أمراً أصدرته الشرطة الإسرائيلية بمنع 3 يهود من دخول مجمع المسجد بعد أن صلوا هناك في انتهاك للتفاهمات مع السلطات الإسلامية لمدينة القدس، لتحكم المحكمة بعد ذلك لصالح الشبان اليهود الذين طعنوا في قرار منعهم من دخول البلدة القديمة لمدة 15 يوماً بسبب صلاتهم في المجمع. القاضي برر قراره برفع الحظر بأن سلوك المستأنفين على القرار لا يثير القلق من الإضرار بالأمن القومي أو السلامة العامة أو أمن الأفراد. الحكومة الإسرائيلية دخلت على خط القرار القضائي وكشفت توجهها لاستئناف الحكم، مؤكدة أنه لا وجود لأي تغيير في الوضع القائم في الأقصى الذي يمنع صلاة اليهود في مجمع المسجد. بيان للحكومة الإسرائيلية قال إن قرار محكمة الصلح يركز حصرياً على حالة سلوك القُصر التي عُرضت عليها، ولا يتضمن قصداً أوسع بشأن حرية العبادة في الحرم القدسي. الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر من جانبه بياناً اعتبر قرار المحكمة الصادر مساساً خطيراً بالوضع التاريخي القائم وتحدياً سافراً للقانون الدولي، فيما قالت الخارجية الأردنية إن القانون الدولي لا يعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 بما فيها القدس الشرقية. وجاء هذا الحكم قبل أسبوع من موعد قيام اليهود القوميين بما يسمى مسيرة الأعلام السنوية بأنحاء البلدة القديمة في القدس التي تحيي ذكرى احتلال إسرائيل لها في حرب عام 1967، فيما يرفض الجانب الفلسطيني بشدة هذه المسيرة.